علشان من حقه يبقى معاه شنطة بجد. جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان ومؤسسة اسمعونا بتقدم 100,000 شنطة فيها كل اللي محتاجه من كتب وكراريس ورسائل توعية ضد السرطان، ده غير مواد غذائية صحية وسليمة تكفيه هو وأخواته لشهر قدام، لأن حماية ولادنا من الأمراض أساسها الغذاء السليم. هدفنا نقضي على سرطان الفقر والجهل والمرض بفضل الله. وزعنا 10,000 شنطة، بدأنا بمدارس القاهرة ومكملين دلوقتي في الصعيد. عاوزين نوصل لكل طفل محتاج شنطة آدمية بإذن الله. ده رقم حساب جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الفقر والجهل والمرض، وده رقم حساب مؤسسة اسمعونا. تبرعك هنا أو هنا هيفيد ولاد مصر، وإحنا مكملين. جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الفقر والجهل والمرض. البر على حساب 66 على جميع البنوك المصرية. للاستفسار اتصل ب 19 663.